تومي. بدأتي مشروعك وبدأت الناس تعرفك وبدأتي فعلا تنجحي، لكن هل في شوية مشاكل واجهتك في الأول؟ آه طبعا كان في مشاكل كتيرة، وكل سنة بيبقى في مشكلة، بس يعني اللي حصل في الأول خالص غير ان احنا يعني بعد ما ابتدأ الناس بقى تعرفنا وتيجي وكده، ما كانش عندي تيم قوي، وكنت لسه انا في شغلي، يعني انا ما سبت شغلي برضو، قعدت سنة ونص في شغلي عشان كنت خايفة ان انا اخد الخطوة دي، ان انا يعني اخش جامد بقلب كده يعني فول تايم في الشركة في البزنس. فقعدت سنة ونص، وبرضو ما تنسيش كان عندي بنت، فاهمة؟ فكان عندي، حسيت كان عندي ثلاث شغلانات، يعني كان عندي بنتي وشغلي، ما كنتش عايزة أثر في شغلي برضو، والبزنس ما كانش عندي تيم قوي يعني. فابتديت أول حاجة أدور على ناس أشغلهم عندي وكده، ونشتغل مع بعض وعلمهم. فكنت بشتغل كتير قوي، يعني 20 ساعة في اليوم. هو كان أصعب 3 سنين في حياتي، أول 3 سنين دول، وكان أي فلوس بتيجي بتخش تاني في البزنس، فما كانش في فلوس أصلا، يعني كل شوية أي حاجة تيجي بتخش تاني عشان نكبر، فاهمة؟ فكنت على طول حاسة أن أنا عارفة، يعني ما كنتش عارفة أعيش زي ما أنا كنت عايشة قبل، يعني قبل البزنس. بس برضو ما كنتش متضايقة، عشان ده كان نفسي، حلمي ونفسي أعمله، فكنت مبسوطة من نفسي. بس ابتديت أبني تيم، وبعدين لقيت نفسي برضو حاجة هتقع لو ما سبت الشغلي، فقلت خلاص بقى لازم أخد القرار ده أن أنا أسيب شغلي. وهي كانت شركة يعني من أحسن شركات في أمريكا، وكان بوزيشن عالي قوي، ف أنا كنت عارفة أنها هغير حياتي. قرار كان أكيد صعب، صعب جدا، فاهمة؟ فحتى مديري قاعد يقولي هديكي يومين تفكري، يعني ما تسيبنيش، فكري يومين كده اللي أنت بتعمليه ده صح ولا غلط. بيشككك في القرار أكتر وأكتر يعني. بالضبط. فرجعت له بعد يومين وقلت له لا أنا لازم أمشي. برضو حاجة كانت صعبة قوي في الأول، إن أنا علشان يعني دخلت كده من غير أدرس الموضوع، لقيت إن اللوكيشن اللي أنا خدته كان وحش جدا، يعني المال نفسه كان جديد، وهي كانت الست قايله لي إن هي هتصرف فلوس قد كده للدعاية تجيب ناس وكده، وده ما حصلش طبعا. أول ما فتحنا فالمحل ما كانش معروف قوي، وما كانش في مكان مميز. حتى الناس لما كانت بتيجي عشاننا بعد ما عرفوا إن احنا موجودين، كانوا بيكلمونا وهم في المال مش لاقينا، مش عارفين يوصلوا لنا اصلا. فكانت مشكله كبيره قوي بالنسبه لنا، اللوكيشن كان صعب قوي. فبعد 3 سنين قررت ان انا لازم اسيب اللوكيشن ده واقفل خالص، فقفلته. تفتحي في مكان جديد ولا تقفلي خالص؟ لا، قلت ان انا هخش في الكيترينج علشان امريكا والمحلات، يعني الموضوع ده ابتدى يقل جامد قوي، وكنت شايفه وحاسه ان محلات هتقف عندنا او مش هتبقى زي زمان خالص.